هذه الأرض المعطاءة الطيبة لم تستثنى من أزمة الهوية والصراع القبلي في السودان. يعاني إنسان الشرق من مجموع الأزمات التي يعاني منها جميع السودانيين. كل الذي حدث هو ترفيع من عموديات ومشايخ إلى نظارة. الحقيقة يعني هو تعيين الوالي لولاية كسلة ورفضه، كان ما رفض على أنه ما والي ما مؤهل. ما دوام الله يا الدنيا ما دوام. Thank you.